لأصحاب المعاشات تفاصيل إلغاء التعاملات النقدية وتحويل المعاش للحساب البنكي أو البطاقة مسبقة الدفع. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي على كافة المستويات والحد من التعاملات النقدية، بدأت مكاتب البريد على مستوى المحافظات اتخاذ إجراءات من شأنها إلغاء التعامل ببطاقات الصرف التقليدية للمعاشات واستبدالها ببطاقات كارت ميزا أو الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية بشكل تدريجي، تحقيقا لنظام الشمول المالي الذي تتوجه به الدولة في إطار التوجه للنظام الرقمي تسهيلا على أصحاب المعاشات. كما يمكن لأصحاب المعاشات الجدد أو أصحاب المعاشات ممن يصرفون معاشاتهم حاليا ولكنهم فقدوا بطاقة فيزة الصرف الخاصة بهم أو رقمهم السري الاختيار من الأنظمة الجديدة، ومن المنتظر تطبيق هذه الأنظمة على مراحل. أما الذين يقومون حاليا بالصرف بشكل طبيعي من خلال فيزة التأمينات سيتقاضون معاشهم بنفس الطريقة المتبعة حاليا. كما يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إلى أقرب مكتب بريد لتغيير الفيزا القديمة واختيار النظام المناسب لها، مع تقديم طلب مرفق معه 3 صور للبطاقة الشخصية واستمارتين من مكتب البريد، علما بأن تكلفة الفيزا الجديدة 25 جنيه. في حين إن أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرار بعدم إصدار أي بطاقات تقليدية لصرف المعاشات وفقا لإصدار أي بطاقات جديدة من هذه الفئة، مع التوجه إلى نظام الصرف الجديد والذي يعتمد على البطاقات البنكية أو البريدية أو بطاقة ميزة أو المحافظة الإلكترونية. يذكر إن هذا الأنظمة أفضل من النظام الحالي لأنها ستمنع الازدحام عند صرف المعاشات. كما أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إنه في حالة الصرف من خلال الحسابات البنكية أو هيئة البريد، يجب على مستحق الصرف أن يقدم خطاب مختوم من البنك أو البريد يضمن الموافقة على تحويل المعاش بشكل دوري على حسابه الجاري. أما عن المحافظة الإلكترونية البنكية أو شركات الاتصالات، فيقدم القائم بالصرف خطاب معتمد من البنك أو شركة الاتصالات يتضمن الموافقة على تحويل المعاش بشكل دوري على المحفظة الإلكترونية. أما في حالة الصرف من خلال بطاقات ميزة، فيقدم مستحق الصرف خطاب معتمد من البنك يتضمن الموافقة على تحويل المعاش بشكل دوري على بطاقة ميزة مسبقة الدفع، على أن يشمل الخطاب الاسم الرباعي ورقم الحساب الجاري والرقم القومي، ويرفق معه صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية. كما نوهت الهيئة على أنه يراعي في حالة فقد البطاقة في حالة وجود أي رصيد في بطاقة الصرف السابقة يتم صرفه وفقا لمنظومة صرف المتجمد ومستحقات الدفعة الواحدة. إذا أعجبك الفيديو عزيز المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة. لأصحاب المعاشات،